سأريك طريقة صنع لي بكلمة معك. سنعاقب إن لازم على توقف يا هذا أنت سأقضي عليك أتنتعي مكانك أنت توقف
أوه. هيا 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 أصابعه الواحدة لا داعي لها. لكن هل غامرتم بالطلوع؟ من أرجوك كف عن ذلك. كف عن ذلك. لن تعجبك نتيجة إزعاجك. سأرسل والدي. ماذا يحدث؟ أرجو استرخي يا صديقي. أتعرف طفة جيدة؟ حقاً؟ أخذت وقتا طويلا. هل
طال انتظارك يا معلمتي. إنني لا أنتظر الرجال، تبدو متعباً. مغامرة صغيرة سوف تريحني. ما الأخبار؟ علي يرى أن الوقت مناسب للهجوم على القصر. العيون مشتتة والناس منقسمون. كيف انقسموا؟ يزعم بعضهم أن الخليفة الجديد قد سلب عرش أبي عبد الله ابن المتوكل. ماذا تعرف عنه؟ القليل. لقد كان في القصر آنذاك في الليلة التي قضى أبوه، الليلة التي فتحت فيها ذلك الصندوق. أيتها المعلمة، هل عرفنا أي معلومات بشأن الغرض الذي بداخله؟ لما تسأل؟ يبدو من المخجل أننا لا نعرف إلا قليلاً عن شيء يقدره التنظيم كثيراً. ألا ينبغي أن نسعى إلى معرفة أعدائنا أفضل للتغلب عليهم؟ مرحباً يا باسم، هل قطعت حديثكما؟ لا، يجب أن ننشغل بالمهمة الحالية. بالتأكيد، أبو عبد الله أخبرتني رفقة أنك التقيت بأمه قبيحة. بالفعل، أظنها قد تكون الأولى بين خصومنا، هي أو عريب المأمونية أو الوالي محمد. كان لدى ثلاثتهم روابط مع أعدائنا. محمد بن طاهر يحكم أبناء عمومته الأرض التي تستقر فيها ألموت. حمايتهم هي كل ما يحفظنا من أعدائنا. سأقطع أرجل أعدائنا من تحتهم يا معلمتي، دعيني أهجم وأطرافهم دامية. سأكشف عنهم القناع وأعرف نياتهم. باسم محق، لابد أن نتصرف بسرعة. اذهب إلى المدينة المدورة وتحرى عن ثلاثتهم، ولا تتخذ أي خطوة، ووافني بالأخبار أعلى بيت ديوان الخاتم. أهلاً ومرحباً. هل ابتكرت أي أدوات جديدة؟ هاك ما لدي. لا شيء آخر؟ هل لديك أي أدوات جديدة لي؟ ألقي نظرة. أهذا كل شيء؟ يمكن أن تساعدني مهاراتك. هاك ما لدي. لا شيء آخر؟ مساعدتك لا تقدر بثمن. وداعاً. شاعرة وسياسي ومعروف، أعرف قريباً أيهم يرتدي القناع. لا أدعي أنني قاضي. إنها مملة جدا، لكن يقول سمير إن الترك يشكك.
لعلنا الصغرى تعرضت لمضايقات من رجال الأفراد بطريقها إلى شيخوردي ماستي. لو كان لدينا أن أتمكن من استنساخ نفسي. حاجة إلى المزيد بالطبع. خصوص السباقات، اذهب من دوني. قضيت ساعتين في الطابور عند باب العنبر البارحة. مثل هذه فلان مكتشف الحقائق وجوابي عن كل سؤال. بما أخدمك يا باسم؟ حدثني عن أوراي. كانت عباراتها بمنزلة كتاب مقدس لأعضاء التنظيم. نالت الأديبة والشاعرة الموهوبة عريب حريتها بمهارتها. يخبرني تبد أنها تمتلك منزلاً فخماً في المدينة المدورة. هل من شيء آخر؟ ماذا تعرف عن قبيحة؟ لقد كانت لديها روابط مع الخازنة. ولدت قبيحة أنا ونشأت لتصبح محظية المتوكل المفضلة بين الحريم، لكن ابنها لم يتولى الخلافة، ما يترك مستقبلها غامضاً. هل من شيء آخر؟ حدثني عن الوالي. لقد رأيته يصدر أوامر لوصيف التركي. محمد واحد من الطاهريين، وهم نواب الخليفة الأقوياء في بلاد الفرس. إنه يتحكم في بغداد كلها من مقعده. هل من شيء آخر؟ أين نعثر على الذين نشك بهم؟ يعيش ثلاثتهم داخل حدود المدينة المدورة المجيدة، مركز قوة الخلافة العباسية. هل من شيء آخر؟ شكراً يا فولاذ.
حسن، إنه في حالة مزاجية سيئة. أحتاج إلى خيوط أكثر. ماذا ترى يا إيكيدو؟ أتود سماع أنغامنا المبهجة؟ أنضم إلى الحرس. انصرف. تويدا. الآن. أرني الطريق.
عني ضيوفي. هذا منزلي وقد اشتريته بكرمي. اشتريته بعبقريتي. للعملات والمزايا والإهداءات الشخصية ستجد السيدة عريب في الحديقة بعد إنشادها. طاب يومك. لابد أنك راعيها. تشرفت بلقائك يا سيدي. إنجاز لي. أسعى إلى مقابلة شخصية مع الشاعر. حقا لقد تأثرت بما يعجز الكلام عن وصفه بكلماتها. السماء والبحر منسجمان، لا أتمنى سوى التعبير عن خالص إعجابي. كلمات جميلة بقدر كلماتها وزائفة بالقدر نفسه. كلانا يعرف القناع الذي ترتديه، أليس كذلك؟ قناع يا سيدي؟ كف عن مناداتي سيدي، أعرف ما أنت وأعرف سبب مجيئك. أظننتني لم أرك وأنت تتسلل في الظلال؟ إنها لم تعد طرفاً في مؤامراتكم واجتماعاتكم السرية وأسمائكم المستعارة، خلصتها من كل ذلك. لقد وضعت حراسة على بابها ولازمها رجالي في إنشادها، ومزقت كل خطاباتكم أو أعدت إرسالها إلى أصحابها. أعدت إرسالها؟ ستعثر عليها مكومة في ديوان البريد. احرقها، ادفنها، افعل ما بدا لك. اختنق بها إذا شئت فلن أبالي. أسماء مستعارة غبية، اجتماعات سرية. ربما كان يظن الراعي أنني عضو في تنظيم القدماء. قد تكشف لي أكوام الخطابات في ديوان البريد ما هو أكثر. لنرى أي قناع ترتدين يا شاعر. هل ذلك مهلا؟ ديوان البريد، سأفعل كما تفعل عيون الخليفة، التدقيق في بريد الغرباء وتتبع المؤامرات.
هنا بريدا من كل ركن من أركان الخلق. صحيح. لابد أن هنا بريدا من كل ركن من أركان الخلافة. لنعثر الآن على بريد عري. محبوبتي عري، أشعارك قد لمست وجدي. بعدما يتقطر العسل من شفتيها، يغادر الثعلب الحديقة ويتبع الفأر. مراسلات سرية بين التنظيم، شعر ركيك، قليل من الأمرين. قد تكون عريب هي الثعلب. تحدث الراعي عن إنشاد في الحدائق. يمكنني إعطاء عريب هذا الخطاب وأرى إلى أين ستقودني الثعلب. لم تسكتي عن أغانيك الآثمة سأخرسك. كم هذا لطيف. ادعي. يرجى العلم بتأخرك عن سداد 15 دينارا المستحقة، ويجب أن سأذهب إلى الحديقة وأعطي الثعلب خطابا وأتبعها حيث تذهب. كان قاضي القضاة حاضرا درس الكندي. متى عصفا واسفع كصحراء لهيبك مثل الماء حين
إلدغ كأفعى. إن كنت في صدري فستودع إبرتك. حلق كطيب. إنما أوجب لعشي عندك. أينما كن محيطا أو صحاري أفعوانا، طيرا إذا ما شئت أو ما كان، لا أكف العمر عن ضمك أنا. هل التقينا من قبل؟ تعال لا تخجل، نادرا ما أعض ولا أترك علامة. العامة لا يكفون عن اقتحام الحياة الخاصة. كيف عثرت على ذلك الخطاب؟ من حملك على هذا؟ إنني أعمل في الظلام لخدمة النور. لقد التقيت بمن يخدمون النور، بهاؤه يعمي أبصارهم. هل معلموك متعثرون إلى هذا الحد؟ لقد أنذرتك أيها الوغد. تعال يا عريب، لن نجعل سيرتنا على كل لسان. لسانك هو الذي لا يسكت نفسه حتى عندما أتوسل إليه بالصمت. إنك تنبذين مشورة من رباك، ولولاه لم يكن لك أي شأن. لقد أنشأت نفسي، ألفت نفسي، كتبت نفسي في صفحات التاريخ، وقد طردتك من صفحاتي، فانصرف الآن. كيف أتركك لهؤلاء الذئاب؟ إنك امرأة بمفردها غير مسلحة. الكلمات أسلحة الكافية. لنرى كيف ستدافع عنك إذن. خذوها. يتعين على السيدة الذهاب إلى مكان ما وأنت تؤخرها. بوسع الكلمات استدعاء الوقاية. سنحتاج إلى إنهاء الأمر بسرعة. كان دعوك من دواعي ضرورنا. أجل ضربة جيدة. جيد أنا مصيره. ركز يا بس. غادرت عريب إلى اجتماعها السري، يجب أن أسرع. الخطاب قد أمر الثعلب بمغادرة الحديقة واتباع الفأر. ربما لم أفقد أثر عريب بعد. حيوان، أيها الحرس، اقبضوا عليه. المجرم المغر، استدعوا الحراس. على أي مدى سيعود الثعلب بالفرار؟ فأر مطلي آخر. استدعوا الشرطة، ألقوا بهذا القذر في زنزانة.
هذا ما كنت بحاجة إليه. من كان يخطو على ذلك المدعو؟ كنا جمع وشب البركة أيضا. ماذا برأيك؟ التجربة سآتي لمساعدتك، لكن ليس هذا الشهر. استردت السمع إلى أحد حراس الأمير الشخصيين أمس. ثمة طائفة العظيم يبدو
استدعوا الحرس، سرقني أحدهم. النجدة، ساعدوني. والصبيان الحمقى. لنحصل على عشب البرع ونصنع سيوفا جديدة للتدريب. لن يمسك بي أحد أبدا، إنني أسرع منه. لنعثر عليها لاحقا، إنها في الخارج بجوار القناة على الأرجح. لنلعب في الأطلال القديمة. مستعدة عند استعدادك، لكن إياك وإغبار شقيقتي. أراهن على أننا نستطيع سرقة بعض الكمثرى من الكرفانين. أتريد الذهاب معي لجلب بعض العرقسوس؟ كان ذلك.